اللي عايز ربنا يستره في الدنيا والآخرة يعمل أربع حاجات. اللي هما رقم واحد يستر الناس. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الرواية الثانية، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أستره على معصية مولانا؟ على كبيرة من الكبائر. شفت واحد بس، خلي بالكم مفاجأة علمية. في حاجة اسمها عاصي وفي حاجة اسمها فاجر. الفاجر بقى اللي هو يعني مش فارق له. ايوه. مش همه. تمام. صح؟ مظبوط. ايوه صح جدا. العاصي حد بعيد عنا وعنكم، شرب خمرة ومداري نفسه. ساتر نفسه ومستخبي. ده اسمه عاصي. تمام؟ ولذلك سيدنا النبي يقول في حديث بعض العلماء ضعفوا: إذا ابتليتم فاستتروا. وقيل إنه أثر: إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. فالعاصي اللي بيعصي هو مستور وخايف.